بقول لك يا خال، مش ناوي تحول لجامعه اسيوط السنه دي؟ لا. وابوك مش هيخليك تحول؟ انا فهمت، انا عشان احول لازم انجح، وانا بسقط هاتيلي سنتين. واه، هو ما يعرفش الحكايه دي؟ هيعرف منين؟ هو فضيلي كفايه عليه الانتخابات والمره الطافح اللي هو فيه. وانت ايه اللي جابرك على كل ده؟ ما تحول لجامعه اسيوط. يا ولد ابويا، ده احنا مع بعض من واحنا صغيرين، ده حتى الثانويه العامه نجحنا مع بعض وسقطنا مع بعض. يا ولد انا حابب مصر، عايز اعيش في مصر. يا سلام على بنات مصر ونسوين مصر. يا ولد انا كاتب في الرغبات تجاره القاهره انتساب، وما كتبتش تجاره اسيوط انتظام. ما تيجي انت تعيش معايا؟ لا، انا قاعد هنا ورا ارض ابويا. مش ده عمي؟ هو بعد جون قبل لو شفنا مع بعضينا. والله عاد منور يا ابوي، راجع تتسحب في نص الليل. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت مع اصحابي يا ابوي. مع اصحابك؟ انا اقطع خبرك انت وهم. انا مش قلت لك ترجع قبل العشاء؟ صح ولا لا؟ صح يا ابوي. لما هو صح راجع متاخر ليه؟ سامح المراد يا ابوي. اسامحك كيف؟ اسامحك كيف؟ وبكره الاعاده بيني وبين منير القاضي. يا خالد يا ولدي، انا عايزك تبقى في كتفي لحد ما اوصل للبرلمان، وابقى النايب الجديد. عايز احس ان انا وراي راجل. وراك راجل يا ابوي. حاضر، من النجمة اكون في كتفك، وان شاء الله تدخل البرلمان يا سياده النائب. ايوه حلو سياده النائب. حلو يا ابوي. مجاهد الحداد في البرلمان يا رجالة! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! سمعوا! هدول بالغش والتزوير! فتحي! يلا يا رجالة! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مبروك يا ابوي. وابارك فيك. ما تقوم تحطب معايا. ايه؟ احطب؟ لا يا خالد، انا خلاص كبرت على الكلام ده. انت وعدتني انك لما تنجح في الانتخابات تقوم تحطب معايا، وعد سياده النائب دين عليك. يا راجل قوم، ده ليله في العمر ما تعوضش تاني ابدا. قوم يا راجل قوم. ماشي ماشي ماشي. ها؟ يلا يلا خالد. ورينا يا سياده النائب، ورينا. أبوي! خالد!
بنت خالد. أبوي 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 أبوي. طيب قلب عاد يا مرارك يا سابرة. اختم يا مرة توهية. ام خالد ده مجاهد مش هيروح حضرتك، وهدور على اللي قتله وهجيبه، ومش هقبل عزاء غير لما اقتل اللي قتله. خالد. ايوه يا عمي. تعال هنا، ركش قاعدة وسط الحريم. دم ابوك ماله في رقبتك؟ تعرفتوا اللي قتله؟ كلنا عارفينه، وانت اللي هتاخد طارك بيدك مش حد تاني. بتتهم مين يا حاج هاشم بقت لاخوك؟ بتهمش حد يا بيه. ازاي بقى؟ ده الحاج مجاهد اكيد له اعداء، وخصوصا المنافسين ليه في انتخابات مجلس الشعب. انت بتشك في حد معين؟ بشكش في حد يا بيه. عايزين نطلع له تصريح بالدفن يا باشا. مش قبل ما نشرح الجثه ونعرف اسباب الوفاه؟ الجثه مش هتتشرح، واحنا اصحاب الشأن. دي كانت طلقة طايشة في وسط معمعة الفرحة بفوزه في عضوية البرلمان، ما نعرفش مين اللي ضربها. يا باشا اكرام الميت دفنه. اوعى تكونوا ناويين تاخده بالطار، انا مش عايز مشاكل في البلد. لا يا بيه، عوضنا على الله، وكل نفس هتدوق الموت، وده قدر ربنا وقدره. ماشي يا حاج هاشم، انا هطلع لك تصريح. هتعملوا العزاء امتى؟ يا جماعة ده انا نسيت اقول لكم حتة خبر، انا سجلت اسمائنا كلها في اسرة النور. من النهاردة هنبقى كلنا في اسرة واحدة. اسرة ايه دي؟ ما قالتلك يا دودو اسرة النور. وبعدين بقى انت اللي هتبقي المقررة الرياضية بتاعتها. يا سلام، ده على اساس ان انا كل يوم باجي الجامعة بمضرب التنس مش كده؟ ايه ده؟ الشاي خفيف قوي. وانا زي الحبر قدامك اهو. الله يخرب بيتك يا خالد، الله يخرب بيتك، عودتني اشرب الشاي الصعيدي زيك. انت بتشوفي ماجد يا بنت اللئيمه؟ انت ايه، ما صدقت ان هو خلاص ساب الهام، عايزه تشبطي في الواد اوام؟ اهدي شويه يعني لحد دموعه تنشف من على خده. انتوا ايه يا جماعه، هي دي كل اهتماماتكم؟ واحد تصطادوه تتجوزوه تخلفوا منه عيال على طول كده؟ وحياه ابوك يا سام ما تعيشيش علينا. احنا جايز نكون بنحب دور المثقفين المتحررين، بس ده برضو ما يمنعش يعني ان احنا هنموت على عريس. ما تعمميش القاعده لو سمحتي، انا عن نفسي بفكر بطريقه مختلفه عن الكلام ده. في حاجات في الدنيا اهم بكتير من الجواز والعريس اللي يجي يحطني في امهم ويقفل عليا بالضبه والمفتاح. ما يقفل يا ستي، راجل من حقه يتحكم فينا. ايه يا بنتي اللي انت فيه ده؟ انت واللي زيك بالطريقه دي بتسيئوا لقضيتنا. قضيتكم؟ يا نهار كوبيا، ده انت قلبتيه فيلم رعب. دماغك دي اللي هتوديكي في داهيه. بقولك ايه، خلينا احنا في احلامنا الورديه. ما قلتليش حط عينك على مين؟ حط عينك على مين؟ ايه الجو ده؟ انا مش قادره اصدق انتوا قاعدين كده تنقوا العرسان وتفرقوهم عليكم. ايه ده؟ قوليلي والنبي، محدش فاهم حاجه. اديكم مثال بسيط، اقرب حاجه جوز اختي، مش كفايه ان هو عامل فيها السيد وقاعد في البيت لازق لنا؟ لا،
ده عمال يحتل في البيت حته في حته لغايه لما مش عارفين نروح فين. عشان كده طفشتي وجيتي سكنتي معانا. طفشتي؟ اسمها طفشتي؟ اشوف فيك يوم اخبر يا رانيا انت وخالد ابن صبرا قادر يا كريم. لا قولي لي يا سهاد تطفشتي ليه صحيح؟ طب يا جماعه انا بقى استاذن عشان عندي بروف في الترابيزه النهارده. ايه ده بجد؟ عندكم حاجه تعرضوها جديده؟ اه غاده الكاميليا. عندكم شباب نظيف عايز عريس. منير الجاضي هيرشح نفسه في الانتخابات بعد يومين. طبعا انتوا عارفين ان هو اللي قتل اخويا مجاهد. طب وايه العمل يا حاج؟ عضويه البرلمان مش لازم تطلع من الحدايد ابدا، ها؟ لازم نرشح واحد من هنا. مفيش كبير غيرك. انت كبير الحدايد بعد المرحوم. لازم نحرق قلبه منير على ولده. وانت اللي بيدك هتاخد طارك يا ولدي. اه بس يا عم احنا ما نعرفش مين اللي قتل ابوه. وهو في غيره؟ اكيد منير القاضي هو اللي وزع على قتل ابوه. يعني منير غبي للدرجه دي؟ يقتل ابوي بعد فوزي بالعضويه بساعات؟ قصدك ايه؟ معناته ايه الكلام ده؟ يعني مش هاخد بطار وقت الفتح القاضي من غير دليل. انت اتجننت؟ يبقى مش عايز تقتل بايديك. يعني ما عاوزش اقتل حد. مش عشان فتح صاحبي له. عشان مش متاكد ان ابوه اللي قتل ابوه. الكلام الفارغ ده ملوش عازم. انت هتقتله بايديك والا هتلبسنا الطرح وتعيشنا في العار طول العمر. هتقتله بايديك يعني هتقتله بايديك وبكره وهو بيفتح له المحل الجديد والا تبقى انت لا ابن اخوي ولا اعرفك. بينا يا رجاله بينا. الكلام الماسخ اللي سمعته ده ياما انا بطل الكلام العفش ده. تمشي مع عمك ورجاله من سكات يا اما تاخد بطار ابوك يا اما ورحمه ابوك الغالي. لا هتبقى ولد ولا اعرفك يوم الدين يا خالد. تعال قول. ايوه ابوي. اسمع حديثي ده زين يا ولدي. انا فتحت لك المحل ده علشان تبعد عن الولد الزفتي ده اللي اسمه خالد. ومن هنا ورايح لا تعرفه ولا تكلمه وتبعد عنه نهائي وتنشغل في دراستك وشغلك وتنشغل عنه وعن عيلته. دول يا ولدي فاكرين ان انا اللي وزيت على قتله. امال مين اللي قتله ابوي؟ وانا ايش عرفني عاد؟ Hey!
وامحي بنار الكره مراري مراري همحي لك يا خالد. ما قدرش يا عم. ايه الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ما قدرش تاخد بطل ابوك؟ انا ما اعرفش مين اللي قتل ابوك. ما حدش له مصلحه في قتل ابوك غير منير القاضي. ده مش دليل. ما تكوحش في الكلام ونفذ اللي بقول لك عليه. ما قدرش يعني ايه؟ هتحط راسنا في الطين وتشيلنا العار طول العمر؟ اخفى من قدامي هقتلك هقتلك هقتلك. اطفو عليك ولد، اطفو عليك عيل، اطلع بغوري، اطفو عليك. عارف انك مش هتقدر، بس قلت يمكن يتنحرر اللي متابوه على يده. ما قدرتش اقتل ياما، لا فتح ولا غيره، افهميني ياما. بعد يدك عني ما تلمسنيش، لا انت ولدي ولا اعرفك، متبريه منك ليوم التاني، وكمان ما تقعدش في بيتي. ده بيتي وبيت ابوه. مالكش حق فيه. طب اديني حق في ورث ابوه. انت مش ولد مجاهد الحداد، ومالكش حق عندي. قدامك 5 دقايق تلم حاجتك واطلع ما اشوفكش قدامي.